ايه هذا حكي كبير وغميج، خلينا ذب الحكايتين بذا تسمح لي. تفضل. شوف عزيزي، الان الايرانيين الجنرال قاني حسب معلومات وصلتني هسه ما متاكد منها، لما اجى للجماعه جمع محور المقاومه قال لي الفصائل عيني انتم، هذا الاتفاق اللي هسه تم والاعلان عنه هذا بالنسبه انه مستوى مقبول الان، مستوى مقبول الان، طيب واحنا مو مع خرق هاي الهدنه او هاي الاتفاقيه الان، بقت انتم هذا قدامكم الميدان السياسي، روحوا اشتغلوا سياسه حاليا. وبالنسبه للحشد، الحشد هو اللي سيد الموقف بهاي القصه، وهنا أنا الحشد هاي راح تبرز عندك منها الشهر، راح تسولف بهاي الملف الجديد، سيبرز عندك ثنائيه جديده باللعب العراقي، ثنائيه الحشد والمقاومه بس من منظور الحشداوي، بمعنى الحشد دا يرسل رسائل مبطنه يقول انا مؤسسه من مؤسسات الدوله لكن عندي عقيده خاصه، وانا بالنسبه لي ما مرتبط بالفصائل، ومو بس هاي، ولا مرتبط بالقوى السياسيه الشيعيه، ولا اسمح لهم يلعبون على امن الدوله وعلي انا انتخابيا. فانتم عين الفصائل، روح شوفوا شغلكم، وعوفوا الدوله تشوف شغلها، والقوى السياسيه تتنافس، ومنطق الكاتيوشا والطيارات المسيره الان احنا كايرانيين انقلكم خلوه يتوقع. انت دا تحكي معلومه لو تحليل الاخيره اللي سواها ابو آل شيخ غيث، انت لا 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 جاي اعطيك معلومات، جاي اعطيك معلومات، وخصوصا الزعلانين من الحكي، خصوصا الزعلانين اسمع مني زين. الحميداوي ابو الكتائب والثاني اخونا ابو آلاء الولائي، لان ابو آلاء خرق الاتفاقات السابقه، واسمع مني هاي الحكايه، انتبه القيس الخزعلي، انتبه للعصائب تحديدا، العصائب كلش متردده الان، لازم تقرر هي مقاومه لو هي سياسه، واذا سياسه لازم تأيد البيان، تروح ويا جماعه مقتدى وعمار والعامري والبقيه. فهذا الانقسام الآن الحالي، ويبدو لي أنه هذا الانقسام سيشكل الشهرين القادمين.